ما قام به القجع في الكاف واحد خطوة مهمة جدا في قطع الطريق على دوك البولي زيرو من انهم يوصلوا لانه تولي عندهم تمثيلية في الكاف ويوليو يلعبوا تولي عندهم فرقة ويوليو يلعبوا معنا. قال لك تصنتوا لهذا الفيديو غادي تعرفوا مزيان اشنو دار القجع. وما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتشترك في القناة باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله. يجب أن ننوه بما حققه فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي يطمح بشكل شرعي إلى عضوية باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع ليحقق إنجازا سياسيا رياضيا صباح اليوم الجمعة 12 مارس 2021 في الرباط. إذ صادق الجمع العام العادي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على تعديل تاريخي يقطع الطريق على الجمهورية الصحراوية الوهمية للحصول على عضوية داخل الكاف حسب ما أكدته مصادر وثيقة لقناتنا. وبموجب هذا التعديل تنص المادة الرابعة من قانون الكاف على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفتوح لجميع الطلبات المقدمة من الاتحادات الوطنية الإفريقية كممثلين رسميين لإدارة كرة القدم في بلد معترف به كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما كانت تنص نفس المادة في القانون القديم على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفتوح لجميع مرشحي الرابطات الوطنية الإفريقية كممثلين رسميين يديرون شؤون كرة القدم في بلدانهم. وعليه فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي تنتمي إليه اتحادات كرة القدم في القارة والذي ينظم جميع المسابقات على الأراضي الإفريقية بما فيها كأس الأمم الإفريقية وبطولة الأمم الإفريقية وعصبة الأبطال لن يعترف بعد إلا بأعضاء جدد في أسرته ما لم تعترف الأمم المتحدة ببلدانهم كدولة مستقلة. وبعبارة أخرى فإن حلم الجزائر في يوم من الأيام بأن يتم قبول اتحاد كرة القدم للدولة الصحراوية الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فقد تبخر للتو، الذي اشتغل شهورا طويلة خارج الأضواء وبدون قرع طبول أو أبواق لبلوغ هذا الهدف. وتأتي ضربة لقجع للجارة الشرقية 3 أشهر فقط بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على الصحراء وقرارها فتح قنصلية بمدينة الداخل المغربية.